نبدأ صلاتي على رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، فصلوا على خير البشر. السؤال الأول، في أي يوم خرج آدم عليه السلام من الجنة؟ السبت أو الجمعة أو الأحد؟ الجواب يوم الجمعة. السؤال الثاني، كم لبث النبي محمد عليه الصلاة والسلام في مكة يدعو للإسلام؟ 12 سنة أو 10 سنين أو 13 سنة؟ الجواب 13 سنة. السؤال الثالث، ما أول شيء فعله آدم عليه السلام بعدما خلقه الله؟ بكى أو حمد الله أو عطس؟ الجواب عطس. السؤال الرابع، ما هو الجبل المذكور في القرآن وهو من جبال الجنة؟ جبل ثور أو جبل أحد أو جبل عرفة؟ الجواب جبل أحد. السؤال الخامس، ما هي أول كلمة قالها آدم عليه السلام بعدما خلقه الله؟ الحمد لله أو تبارك الله أو سبحان الله؟ الجواب الحمد لله. السؤال السادس، ما هي صلاة الأوابين؟ صلاة الضحى أو صلاة الصبح أو صلاة العشاء؟ الجواب صلاة الضحى. السؤال السابع، كم المدة بين بعثة النبي محمد عليه الصلاة والسلام وبعثة عيسى عليه السلام؟ 500 عام أو 550 عام أو 600 عام؟ الجواب 600 عام. السؤال الثامن، كم عاشت حواء بعد وفاة آدم عليه السلام؟ 3 سنين أو 2 سنين أو 1 سنة؟ الجواب 1 سنة. السؤال التاسع، من هو أول من قال الله أكبر؟ آدم عليه السلام أو إبراهيم عليه السلام أو داود عليه السلام؟ الجواب إبراهيم عليه السلام. السؤال العاشر، ما هو أثقل شيء في الميزان يوم القيامة؟ إغاثة الملهوف أو حسن الخلق أو الكرم؟ الجواب حسن الخلق. سؤال 11، من أول من جمع الناس لصلاة التراويح؟ عثمان بن عفان أو أبو بكر الصديق أو عمر بن الخطاب رضي الله عنهم جميعا؟ الجواب عمر بن الخطاب رضي الله عنه. السؤال 12، ما هي الشجرة التي أنبتها الله من غير طين ولا ماء؟ شجرة النخيل أو شجرة اليقطين أو شجرة التين؟ الجواب شجرة اليقطين. السؤال 13، ما هو لقب عثمان بن عفان رضي الله عنه؟ ذو النورين أو أسد الله أو شهيد الإسلام؟
الجواب ذو النورين. السؤال الرابع عشر، ما هي السورة التي ذكر فيها لفظ جلال الله في جميع آياتها؟ سورة المجادلة أو سورة الفلق أو سورة الناس؟ الجواب سورة المجادلة. السؤال الخامس عشر، من هو آخر مخلوق يقبض الله روحه؟ إسرافيل عليه السلام أو ميكائيل عليه السلام أو ملك الموت؟ الجواب ملك الموت. السؤال السادس عشر، ما مدة بقاء عيسى عليه السلام في الأرض عند نزوله الثاني؟ 40 سنة أو 30 سنة أو 50 سنة؟ الجواب 40 سنة. السؤال السابع عشر، في أي عمر يضرب الصبي إذا لم يصلي؟ وعمره 7 سنين وعمره 10 سنين وعمره 13 سنة؟ الجواب 10 سنين. السؤال الثامن عشر، ما هو الحيوان الذي يرى الملائكة؟ الذئب أو الديك أو الثعلب؟ الجواب الديك. السؤال التاسع عشر، متى يؤمر الصبي بالصلاة؟ إذا بلغ 7 سنين أو إذا بلغ 8 سنين أو إذا بلغ 9 سنين؟ الجواب 7 سنين. السؤال العشرون، ما هو الحيوان الذي يرى الشيطان؟ الحصان أو الناقة أو الحمار؟ الجواب الحمار.